نجحت دار الأوبرا في التعاقد مع فرقة بالي مسرح سان بطرسبرغ الروسية لتقديم 4 حفلات بالقاهرة والإسكندرية، وتقام الحفلات على المسرح الكبير ومسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون الزميل محمود جميل. نعم محمود، صف لنا الأجواء عندك وردود أفعال الحضور والجمهور. نعم، بعد التحية بالفعل انطلقت الليلة الفنية، رقصات مختلفة ومن الباليه. اليوم سيكون عشاق ومحبي الباليه مع سهرة فنية جميلة، ولكن هي الليلة الأخيرة. يعني فرقة سان بطرسبرغ موجودة في دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير منذ أول أمس. اليوم سيقدموا عروض مختلفة من رقصات الباليه. انتهى العرض الأول الذي كان فيه الرقصة الكبيرة الكلاسيكية، ثم سيكون هناك الرقصة الشهيرة وهي بحيرة البجع، وهي أكثر العروض يعني إقبالا من الجماهير المصرية والأجنبية هنا في دار الأوبرا المصرية. فهذه الرقصة أو هذا النوع من الباليه عليه إقبال كبير من الجماهير. عندما تحدثنا مع الجمهور المتواجد هنا عبر عن سعادته باستضافة دار الأوبرا المصرية لهذه الفرقة الموسيقية الشهيرة في روسيا، فالكل يعلم أن روسيا أصبحت رائدة فن الباليه على مستوى العالم، خاصة أن مدينة سان بطرسبرغ في روسيا بها العديد من المعالم والمسارح الفنية، وتعد أحد أو إحدى المدن الثقافية والفنية الهامة. تستضيف دار الأوبرا المصرية هذه الفرقة، والليلة ستكون هي الليلة الأخيرة، ثم يوم الأحد القادم ستقدم باقي العروض على على أوبرا الإسكندرية يوم الأحد القادم. عندما رأينا أيضا الرقصات والعروض التي قدمت من الفرقة، رأينا هناك أن يعني العروض تميزت بالتناغم والحيوية وأسلوب يجمع ما بين الخيال والإبهار. وأيضا هذه العروض التي قدمت هي تقدم على الطريقة الروسية الكلاسيكية، وتحافظ على التقاليد الروسية أيضا الكلاسيكية. وأيضا دار الأوبرا المصرية تستضيف على مدار الأيام جميع الفرق في مختلف الفنون، وأيضا هذه الفرقة تجوب كل يعني دول العالم لتقدم الرقصات المختلفة من الباليه. إذن نحن على موعد اليوم، الآن تستكمل هذه الحفلة وتستكمل العروض التي تقدمها فرقة سان بطرسبرغ، وهي من أشهر فرق الباليه الروسية كما تحدثنا. وأيضا الجمهور يستمتع بهذه الرقصات والإيقاعات الموسيقية مع الحركات المختلفة التي تقدمها الفرقة. هذه هي الصورة من المسرح الكبير هنا في دار الأوبرا المصرية. الآن عودة إليكم مرة أخرى. نعم محمود، فن الباليه من الفنون الراقية، ويتميز الروس بتقديم هذا الفن الجميل. شكرا لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية.